ثانية راح أبدأ بالشابتر رقم 5 من مادة البايوكيمستري اللي تتكلمني عن الميتابوليزم of dietary lipid and lipoproteins. أولا يقول لي أن في عندي خاصيتين تميز للليبد عن أي شيء آخر. أول شيء يقول لي أنها هي هيدروفوبيك، بمعنى آخر هي كارهة للماء، فلو دخل للجدار حق اللي هو يكون جدار مكون من الجزء اللي برا هيدروفوليك اللي هو محب للماء، والجزء الثاني هيدروفوبيك، فلازم يصير لي بتركيب معين عشان يدخل الجزء الثاني. فالجزء الثاني هو اللي يتميز لي بهالشيء، ويوجولي كومبرت منتلايزد ان ذا بادي، انه يكون لي على هالشكل، انه على شكل مقطورة، يعني عندي كل جزء الحقه بجزء ثاني، ان يكون متتابع متسلسل بمعنى اخر. في عندي 6 وظائف حق الليبد. اول هيقول ان هي انرجي سورس، وراح تجيني بشكل الاي تي بي عن طريق الاكسيديشن حق الليبد. وفي عندي الوظيفه الثانيه ستراكتشرال رول، وراح يصير لي على شكل بلازما، يعني عندي بلازما برين، البلازما برين كل شيء انا راح يصير لي بصيغه عشان تناسب الممبرين بحيث انه يكون ثيك. وريجيلاتري رول راح يصير لي بصيغة تناسب كل هرمون. وبعدين يقول لي كو انزيم راح تساعدني في العمليات الهضمية، كل انزيم فرضا عندي الاميليز له فورم مختلف عشان انه هو يسوي الاميليز، وعندي اي شيء اي هرمون او انزيم انا افرزه في الميتابوليزم راح يساعدني في الليبد. implicated in inflammatory response، بمعنى آخر راح يساعدني في المناعة solubilization. بعدين يقول لي الليبد في لها أكثر من نوع، أولها الفاتي أسيد تقسم لي إلى saturated fat و unsaturated fat، بعدين راح نجي لهم. triglyceride TAG، phospholipid، steroids وglycolipid. أول شيء قال لي اللي هو الفاتي أسيد، عندي saturated و unsaturated fat. شنو النقطة البارزة بينهم؟ ال unsaturated هو healthy صح ولا لا؟ طيب شو السبب اللي خلاه healthy؟ انه هو في رابطة ثنائية او اكثر بين كل كربونة والثانية. فلو تلاحظون هنا بين كل كربونة وكربونة في عندي هالتركيب زي كذا يصير، فعشان كذي انه هي راح تصير متباعدة عن بعضها، بحيث انه هي راح تصير أفيد لي بسبب هالتركيب. ومن خصائصها ان هي تصير لي بحالة سائلة، واكثرية الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، زيت الذرة، حتى البينت اللي هو الفول السوداني كلها تعتبر unsaturated fat. اما saturated قلت النقطة الفارقة الدبل بوند، فهو ما عنده دبل بوند، فراح اشوف ان بما انه ما في دبل بوند فراح يرتبط لي بأربعة كربونات، فراح يصير العدد اكبر، عدد الكربونات اللي مرتبطة مع كل كربونة راح تصير اكثر. فهنا النقطة الفارقة ان هذا في رابطة ثنائية فهو مو حيل متشابك مع بعض، اما هذا ما في، انزين، فعشان كذي كل كربونة ترتبط بأربعة فزاد العدد، فعشان كذي هي packed closely يعني متشابكين مع بعض. وعشان هالخاصية ان هي فيها كربون اكثر راح تصير لي solid at room temperature، يعني راح حالتها صلبة، وراح تتمثل لي في اكثر الانيمال فات او الزيوت الحيوانية مثل البيكن جريس اويل، هو باختصار حق الزيت او الزيت الحيواني، لكن لما اقول بيكن معناها من البيك او الخنزير عزكم الله، والباتر. بعدين يتكلم لي عن الخصائص حقت كل واحد. قلت ان عندي ساتوريتد ما في دبل بوند، فعشان كذي اشوفه متشابك بحيث انه ما في اي فراغ بينهم. اما الانساتوريتد راح اشوف فيه هنا شوي، يعني عندي شكل مستقيم وشكل معوج، هل انعواج بسبة الدبل بوند وما الى ذلك. بعدين تكلم لي عن الفاتي أسيد، لكن مع خصائص، يعني اختبروا
اوليف اويل اللي هو زيت نباتي، والباتر اللي هو الزبدة اللي هو حيواني، والبي فات اللي هو زيت حيواني لكن بنسبة اكبر بعد. فعندي اول شيء الاوليف اويل، لو الاحظ انه في اقل نسبة الكربون، يعني اقل عدد من الكربون، لو اشوف ان هنا عندي يقول لي الاصفر هو الكربون اللي من 16، اللي فيه 16 كربون يعني 18 كربون، وهذا ساتريتد. انا قلت انه هو انساتريتد، ففي نسبة حيل بسيطة. اما في الباتر وفي البيف راح اشوف انه هو فيه اكبر، ان الزيت اللي هو ساتريتد او المشبع فيه اكثر. اما الانساتريتد اللي هو يكون لي من 16 لين 18، لكن اللي هو يكون اكثر يعني اكثريته داخل دبل بوند، فراح يصير مرتبط بكربونتين، فراح اشوفه عند النسبة الاكبر، يعني ما اخذ 3/4 الشكل. ورجع لي على الساتريتد فات اللي هي من 4 إلى 14، يعني هم المينيم نمبر اوف كربون اتومز، فعندي هم بنسبة قليلة مع انه ساتريتد بس قليل، كلهم قليلين. اما مع الباتر والبيف، عندي في الباتر فيها اكثر اللي هو يكون ساتريتد بعدد ذرات كربون اقل، اما البيف ما في دهون مشبعة بنسبة كربون قليلة، فعندي الأكثر اللي هو يكون ويا الماكسيمم. بعدين يقول لي التراي جلسرايد، من اسمه تراي which mean اللاتيني ثلاثة، جلسرايد اللي هو جلسرول، لأن آخر بارت اللي هو IDES معناها أنه هو يكون على شكل هيكل. زين، فعندي متكون لي من 3 فاتي اسيد، عشان كذي قلت تراي جلسرايد جلسرول باك بون، وراح اشوف الشكل هذا هو كربونه، كربونتين 3 مرتبط مع هيدروجين هيدروجين هيدروجين، وعندي هنا هيدروجين احادي هيدروجين احادي، بعدين شابك لي مع سي اتش، كل واحد على حسب كم عدد الذرات اللي تشابك بها، والآر المتغير راح يكون على حسب ان المركب اللي راح يدخل معه. بعدين يقول الفوسفوليبيد انزين مميز لي بانه هو في عنده دابل بوند نفس الباقي، لكن اللي يميزه انه هو في عندي قطبين، عندي بولر ونان بولر. انزين، فالفوسفوليبيد راح يكون لي اللي هو الغشاء اللي يتكون لي من طبقتين من الفوسفوليبيد، هو اسمه الغشاء ثنائي الفوسفيت. بعدين يقول لي الستيرويد والستيرويد كلهم راح يتمثلون لي في فورم عن طريق علاقة الجزء مع الكل. فعندي الستيرويد مكون من الستيرولز، الستيرولز هي تعتبر كمنشطات الجسم، ف راح تعرف ليش ان هي عندها الوظيفة ان هي منشطة. انزين، لان فيها ستيرويد ستراكشر اللي هو باساسها يشتغل على اساس نشط وظائف الجسم، مع هيدروكسيل جروب on the third carbon in A ring، يعني انا في عندي اربعة روابط حلقية، فعندي الرابطة الاولى راح تصير لي مع رقم 3 هنا. بعدين يقول لي الليبيد دايجشن، بدالي بالليبيد دايجشن احنا نعرف من قبل ان هو متى يبدأ عند المعدة، عن طريق مساعدة شيئين، الاسيد لايبيز وبنكرياتيك لايبيز، كلهم انزيمات انزين راح تساعدني في الهضم. البنكرياتيك من اسمها راح تساعدني في هضم الانسولين الجلايكوجين، اي شيء يحتاجه البنكرياس. اما الاسيد لايبيز راح يشتغل لي مع الترايجلسرايد عشان يفكك الشورت والميديوم تشين، يعني اللي هي تصير سلسله قصيره او ناس حجمها متوسط راح تشتغل معاها، وهي تفيدني في حالتين، اول شيء النيونتل او النيوبورن، على اساس ان هم غذائهم
في آخر في الثيرد ترايمستر إلى أن يصير لا إلى أن يكملون سنة يحتاجون إلى الفات عشان ينمو جسمهم، فهم عندهم البرايمري سورس أوف كالوري هو الفات. وهم الأشخاص اللي فيهم سيستيك فيبروسس اللي فيصير فيه ضمور في العضلات، فراح يحتاجونه أكثر. وراح تتم الأسيد لايبيز عن طريق اللينجوال والجاستريك. اللينجوال هذا يصير عند الأطفال في نوع معين من الفاتي أسيد، والجاستريك لايبيز حق البالغين. بعدين يقول لي الاملسيفيكيشن اوف فات. شو معنى الاملسيفيكيشن؟ انه يمتزج اللي هو الليبيد مع الواتر، وهالشيء يصير في وين؟ في الددنم او في اللارج انتستاين. فتتم هالعملية عن طريق ان انا اسوي انكريز السيرفس اريا، السيرفس اريا ان اوسع في المنطقة حقت اللارج انتستن او الامعاء الغليظة عشان انقل الليبد عن طريق على شكل دروبلت او قطرات عشان يصير تتم العملية بشكل اسهل، وتتمني عن طريق طريقتين، يا عن طريق البايل اسيد انه يروح للليفر بعدين الجول بلادر وما الى ذلك، ومن الجول بلادر راح توصل الى راح تصلي الى داخل، ان راح يصير الاملسيفيكيشن او البيرستلس اللي هي حركة هضمية اللي هي تصير ان يصير في توسع بعدين تضيق، توسع تضيق زي كذا. بعدين يقول تريجلسرايد راح يصير ديجراديشن عن طريق عملية هضمية تتم عن طريق البنكرياتيك لايبيز. انزين لازم عشان يصير لها تحول لازم تتخلص من فاتي أسيد واحدة، مشكلة إن الترايجلسرايد هو راح يصير دايجلسرايد، فراح أشيل الترايجلسرايد الجلسرول اللي بالنص، راح أشيل الفاتي أسيد اللي بالنص عن طريق البنكرياتيك لايبيز، وراح أحولها إلى جزئين مونوجلسرايد واثنين فاتي أسيد. وهالشيء راح يفيد مع الأشخاص اللي فيهم cystic fibrosis، لأن راح يصير في عندهم mal absorption of fat، لأن عندهم insufficiency of البنكرياتيك لايبيز، ما عندهم قدرة أنهم يهضمون أو يستخدمون البنكرياتيك لايبيز بشكل صحيح. وهم راح يفيد مع عملية الهضم بحيث أنه يسوي collapse. الكلابس انه هو راح يفعل لي التريبسن من تريبسنجن الى تريبسن، وراح يندمج مع اللايبيز، وراح يصير فيه انترفيس راح يدخل الى الوسط. وهم يعتبر علاج حق الاوبيسيتي اس اورستس، بحيث انه راح يسوي انهيبيشن حق اللايبيز. بعدين قاعد اتكلم لي عن الكوليسترول. الكوليسترول اصلا جزء من عملية الكوليسترول استر. الكوليسترول استر او الكوليسترول استرايز راح تتم لي عن طريق انزين من اسمها كوليسترول استرايز. استر اللي هو كوليسترول استر، ايز معناها انه خلاص بيصير له هضم، فراح يتفعل انزيم اسمه كوليسترول استرايز، وراح يحول لي الى كوليسترول ام فاتي اسيد. كل واحد راح ياخذ وظيفته في الجسم. بعدين يقول لي الفوسفوليبيد ديجراديشن راح يتم لي عن طريق التفكك في اربعه مواقع. اول شيء في السي 1 عند هالمنطقه بين السي والاو، فراح اقول ان هي فوسفوليبيد اي، والمنطقه الثانيه فوسفوليبيد اي 2 عن طريق نفس المنطقة، والمنطقة الثالثة راح يتم لي عن طريق الفوسفو ريل اكس هنا قبل البي. زين لان موقعها هنا انا بصير تفكك في المنطقة، فراح يصير
على يميني، اللي على يميني أسميه بيفور، وبعدين المنطقة الرابعة الإكس اللي هي هنا، فراح يصير في تفكك حق الإكس، بما أنه خليت البي أو الفوس أو الفوسفيت على يساري، فراح أقول after P. بعدين تكلمني عن control of lipid digestion، أنا شو أتحكم في الهضم الدهون عن طريق أن أنا أنظم هرمونين اللي هو الكوليسايتوكينين والسكرتين. أول شيء عندي الكوليسايتوكينين راح يتم إنتاجه في الجيجنم والديدنم اللي هما جزئين من أجزاء اللارج انتستين، ولما يصير لما يتم إنتاجه راح يفيدني في وظيفتين. أول شيء الجول بلادر، أو هم راح تعني في الإكسكراين أوف ذا بنكرياس. فالإكسكراين بارت من البنكرياس اللي هو أي شيء ما عدا الألفا والبيتا اللي هي وظيفتها الإنتاج حق الجلوكاجون والأنسولين، وفي لها وظيفة ثالثة بأنها هي تقلل الريت حق عملية الهضم، أو راح تسوي سلودون حق الجاستريك موتيليتي، يعني راح تقلل الانقباضات والانبساطات حقت الهضم. والسكرتين راح يتم إنشاءه في الانتستين عن طريق الانتستينال سيل عشان يعادل لي الكايم أسيدتي، بمعنى آخر أنه لما يخلص الهضم من المعدة أول شيء راح أنظم البي اتش حق المادة، يعني لو كان أسد راح ينقلب إلى ميال أكثر إلى القاعدي لما يوصل إلى المعدة الأمعاء عشان يخدمني في بنكرياتك إنزيمز. بعدين يقول لي الأبزوربشن حق الليبيد باي انتستينال مايوكس ماكوسل سيلز، يقول لي ان هالماكوسل سيل اللي هي تسوي لي كفرج على الانتستين راح تتكون لي من ثلاثة أجزاء. أول شيء الفري فاتي أسيد، يعني تكونت لي من دهون، كوليسترول، ومونوغليسرايد، وهالثلاثة راح يساعدون المسلز to reach the brush border of the interstices. يعني يقول لي وظيفته انه هو يحول الماده اللي وصلت له الى اجزاء صغيره، فراح توصل لي للممبرين حق الانتستين وال او ممبرين، وهالمثلث راح تحول الانسترين ووتر لاير الشيء اللي ما يقدر يهضم الماء الى جزء لبد يقدر انه هو يمتصه. واخيرا يقول لي العملية الثالثة اللي هي النقطة الثالثة ما راح تتم حق كل الأجزاء، بس حق اللونج تشين اللي هي سلسلة طويلة، لكن الشورت والميديوم ما تحتاج، على طول راح يصير لها هضم. بعدين قال لي غير السينثيسيس أو إنه هو يسوي لي أبزوربشن راح يصير في ري سينثيسايز، فراح اسوي ريسينثيسايز حق الترايجليسرايد والكوليسترول استر. فالترايجليسرايد والكوليسترول راح يصير له اعادة صنع عن طريق ان هما ياخذون الليبد ان الناتج النهائي ويرجعون يهضمونه، يرجعون يسوون الابسوربشن عن طريق الانتروسايت، ان هالشي يتم عن طريق ان هما يغيرون في الايتنج ريت، ان راح يغيرون في سرعة الهضم، واللي راح يساعدهم الاكتيفيشن حق الفاتي اسيد انزين عن طريق الفاتي اسيتايل كو اي سينثيسايز، لان هما راح يساعدهم الاسيتايل كو اي اللي هو مختص حق الفات او الثايوكينز. الترايجليسرايد سينثيسيس في عندي غير الفاتي أسيتال كو اي، في عندي تي اي جي سينثيسايز اللي هو راح يساعدني في انه هو يسوي الترايجليسرايد او الترايجليسرول، فراح يتكون لي من انه راح تكون العملية تو مونو جليسرايد بلس تو فات
تو فاتي اسيد او بكتب فاتي اسيتات كو اي وراح يطلع لي اما ام اي ام اي جي او دي اي جي اللي هو مونو جلسرايد او داي جلسرايد ثنائي او محادي ترانسفيريز ان المحول. الاسيتات كو اي راح يعني راح يرجع يحول لي الكوليسترول الى المادة الاصلية اللي كان قبلها اللي هو الكوليسترول استر كوليسترول استر وهام الفوسفوليبيد راح يتم اعادة صنع عن طريق الاسيتايل ترانسفيريز. بعدين يقول لي في عندي ثلاث حالات مختصة بالليبيد ميتابوليزم. اول شيء الستوريا اللي هو في اكسسيف ليبيد ان ذا فيشل ماتر لما الانسان يسوي تحليل اللي هو الفيشل راح يشوفون نسبة الدهون. فلما يصير في نسبة دهون زايدة راح تصير في حالة الاستيتوريا. فراح يصير في لخبطة في الليبيد دايجشن يعني بيصير في عندي مال ابسوربشن او مشكلة في ان في خربطة ما في مال ابسوربشن لكن في خربطة في الاوفر اول. وهالشيء يعتبر من المضاعفات حق السيستيك فيبروسس اللي هو الضمور في العظام والشورتند باول انه يصير في قصر في الامعاء الغليظة. بعدين يقول السيكليشن اوف ليبيد فروم انتو انتروسايتس انه راح يشو العملية اللي هو عملية الانتاج حق الليبيد لكن من ما بعد ما يروح الى الامعاء الدقيقة. فراح يساعده الكايلومايكرون في انه هو يهضم كلا من التي اي جي كوليسترول استر فوسفوليبيد والانسترينت كوليسترول والابو الايبوبروتين بي 48 كلهم راح يسوون الكايلومايكرون يعني الناس راح تكون كايلومايكرون. بعدين شرح لي نفس اللي قلته هنا لكن عن طريق الدايجرام. بعدين يقول لي شلون انا راح اقدر ان انا استخدم الدايتري ليبيد في السجل الجسمي بعد ما خلص العمليه عن طريق الليبوبروتين لايبيز يتحول لي الى الليبوبروتين لايبيز وراح يهضم لي الكايلومايكرون. وهالشي راح يتم صنعه في الأديبو سايتس اللي هي الخلايا الدهنية وسكلت المسل. والفري فاتي أسيد راح يدخل لي ناتج ليبوبروتين راح يدخل لي المسل سيل والأديبو سايتس وراح ومن بعد ما يوصل الى الماسلز راح يتحول الى الدم عن طريق سيروم البومين يعني راح يروح بصيغه سيروم البومين بمعنى اخر وراح يستخدمه باقي جسمي. بعدين يقول لي يستخدم هم الجلسرول والهنا الباقي من ناتج الكايلومايكرون لانه راح يسوي هضم له الباقي من ناتج الكيلومايكرون راح يستخدمه بطريقة أخرى. فراح يستخدمه بحيث أنه يودي إلى الاندوسايتوسيس راح يودي إلى الليفر وراح يحوله إلى ليفر كوليسترول ونيتروجينس بيسس بحيث أنه بمعنى آخر راح يحوله إلى فورم ثاني أو صيغة أخرى يحتاجها الجسم. والجلسرول او الجلسرول راح يتحول لي الى جلسرول ثلاثي الفوسفيت وراح يصير في الليبر في الكبد. وهالشي راح يتم عن طريق عملية الجلايكوليسيس او الجلايكونيوجينيسيس via DHAP. بعدين نقول لي في عندي بعد حالتين زيادة غير الاستيتوريا عندي الهايبو لايبو بروتينيميا
ستيج 1 وستيج 3. ستيج 1 يقول لي هو رير اوتوسومال ريسيسيف، انزين معنى اخر راح يصير لي في الخلايا صح، يعني راح يكون جينيتيك ديزيز، وهالشيء يتم لي عن طريق العجز حق الجسم انه هو يهضم لي او يستعمل لي اللايبوبروتين لايبيز او اللي هو المنظم حقه، وهالشيء راح يسبب لي زياده في الابو سي 2 ابنورمالي هاي. باختصار راح يسبب لي خلل في الكوانزيم اللي هو ابو سي 2 او اسمه كذا، بحيث راح ترتفع مستويات الكايلومايكرون. اما تايب 3 راح يصير في عندي مشكله في ان انا اشيل الكايلومايكرون الزايد برا الليبر، يعني راح يظل متراكم داخلها، وهذا اسمها الثانيه هذا وهذا. بعدين يقول لي في عندي ثلاث انواع من الادويه راح تساعدني في تخفيض الدهون. اول شيء البايل اسيد بايندرز لما يصير المشكله في الجول بلادر، انزين فراح استخدم كايلوسترمان او كوليسيفرم او كولو ستيبو، وعندي لايبوبروتين سينثيسايز انهبيتر راح يسوي لي انهبيشن حق صنع اللايبوبروتين لايبيز اللي هو نايسن اللي هو فيتامين بي 3، وعندي الستين اللي هو راح يشتغل زي وظيفة النايسن لكن طريقة أخرى، مثال عليها الأتروفاستنن، فلافوستنن، لوفاستنن، برافاستنن، وسيمافاستن، سيفاستنن. انزين في عندي كومبتيتيف انهبيشن، بمعنى آخر في عندي نوع من المثبطات راح يثبط لي اياها بشكل كامل، مثال عليها اللوفاستنن، واللوفاستنن راح يشتغل على انه هو يسوي لي عجز حق الجسم انه هو يصنع زيادة كوليسترول، فهالشي راح يصير وظيفة راح يصير في عنده هيكل متشابه مع السبستريت اللي هو وظيفته تكسير الاجزاء في الجسم، وراح يشتغل عن طريق انه هو يسوي كومبيتز with substrate for active site، يعني راح يشتغل عن طريق انه هو يشبك مع active site، وهالشي راح يزيد اللي هو التأثير حق الجسم حق الانهبيشن. وهذه الصورة موضحة. بعدين قال لي البلازما لايبوبروتين، اللايبوبروتين جينا حق الجزء الثاني. البلازما لايبوبروتين اول شيء راح ندرس البلازما اللايبوبروتين. اللايبوبروتين هو spherical macro cellular complex of lipid and specific protein، يعني اللايبوبروتين مكون لي من lipid وبروتين، والبلازما يعني المادة السائلة، يعني عندي انا ان هالجزء ان الجزء اللي بالوسط اللي هو هذا راح اعتبره اللايبوبروتين، لكن هالجزء الاصفر راح اعتبره البلازما اللي هو الجزء السائل في المركب، وراح يصير لي على شكل كايلومايكرون او فيري لو دنسيتي لايبوبروتين او لو دنسيتي لايبوبروتين او هاي دنسيتي لايبوبروتين، افضلهم الهاي. انزين ليش؟ لان الهاي دنسيتي لايبوبروتين هو اكثر واحد دنس، اكثر واحد فيه كثافة من حيث البروتين كونتنت، يعني اكثر شيء يتكون من الهاي ليفل الهاي وان لايبوبروتين، اكثر شيء يتكون من الهاي دنسيتي لايبوبروتين هو بروتين، يعني اكثريته مكون من بروتين، اما على عكس الكاليومايكرون اكثر شيء يتكون من التريجليسرايد فهو في كميه من الضرر. بعدين قال لي الابو لايبوبروتين، الابو لايبوبروتين هي محفزات او كوانزيم عشان يصير في ميتابوليزم حق اللايبوبروتين، يعني بلازما بروتين البلازما لايبوبروتين
ما يقدر يشتغل بدون الأب ولا بيبرتن، أنا لازم يشتغلون مع بعض عشان يصير في هضم. فراح يتكون لي من أكثر من جروب اللي هي أربعة. في عندي أبو وان، أبو بي 48، أو سي تو، والإي، هذول هم الأربعة، وهذا لو مثال في العمليات الهضمية. بعدين يقول لي ريجارديشن حق ترايجلسرايد راح يصير لي عن طريق ان استخدم اللايبو بروتين لايبيز اللي هو راح يصير لي الجزء الخارجي، فراح اشوفه في الجزء الخارجي من الاديبوز تشيو، في السكلتال تشيو والكاردييك تشيو، يعني الجزء المحيط فيهم راح اسميه لايبو بروتين لايبيز. اللايبو بروتين لايبيز راح يساعدني في عملية الهضم، فراح يساعدني في هضم كايلومايكرون، ولما يصير في عندي مستويات كبيرة من الكايلومايكرون راح أعرف هالشي كفاميليال لايبو بروتين لايبيز ديفشنسي، فعنده عجز انه يسوي ديجارديشن حق الكايلومايكرون، فراح يصير هاي ليفل منه. وهذا مثال. بعدين نقول الميتابوليزم حق ال FLDL خلاص من الكالمايكرون، الحين نجي حق الفيري لو دنستي. الفيري لو دنستي راح استخدمه اس الاي لو دنستي لايبوبروتين، بحيث انه هو يحوله الى لو عن طريق الاميديت دنستي لايبوبروتين، وهو راح يساعدني في هالنوع من التحويل. وهالشي راح يتم في الاندوسايتوسيس، وهم ال LDL اللي هو الناتج من هالكونفرجن راح يصير موجود في الاندوسايتوسيس. وهذا مثال. بعدين كمل لي مع الامراض المختصة باللو دنسيتي لايبوبروتين. انا في عندي مرضين او ثلاثة امراض. اول شيء قال لي انا في عندي امراض وراثية. اول شيء عندي الوالمان ديزيز اللي هو يصير في عندي مشكلة في ان انا اهضم الكوليسترول اسر، فلما الشخص يعجز على انه يهضم الكوليسترول فراح يصير في عندي حالة اسمها وولمان ديزيز. اما النيمن بيك ديزيز تايب سي، انزين هذا يكون في عندي مشكلة في ان انا هضمته وخلص، لكن في عندي مشكلة في ان انا احول الان استيرفايد كوليسترول اوت اوف ذا لايسوسوم، يعني الشيء المتراكم في اللايسوسوم انا ما قدرت اهضمه راح يظل متراكم، ما راح اقدر اطلعه برا الجسم. وقال لي الابتيك حق الكيميكلي موديفايد ال دي ال باي ماكروفاج سكارفنج ريسبتور، عملية اخرى راح تساعدني في ان انا استخدم ال LDL اللي هو يكون معدل كيميائيا، فهالشي راح يعتمد بشكل اكبر على السكاربنر ريسبتور اكتيفيتي، ان راح يشتغل شيء اخر من راح استخدم ريسبتور اكثر تعقيدا عشان يضم لي هالاشياء، فراح استخدم هالنوع من الريسبتور، راح احتاج ابي اكثر من البكثر كمية، فاحتاج هاي ليفل منه عشان يساعدني في ان انا ادخله الى الاندوسايتس، وراح يصير الاكسيديشن عن طريق مساعدة الابو بي 48. بعدين يقول لي اخر نوع اللي هو الميتابوليزم حق الHDL راح على طول يشتغل لي مع الابو سي 2، ما راح احتاج ان انا اودي الى اي مكان، على طول راح ينتقل، راح يكون على طول راح يصير له استيرفايد، راح يتم تنقيته عن طريق ال سي اي تي اللي هو اللسثن كوليسترول استايل ترانسفيرس، راح يروح الى الكبد وتتم العمليه. وقال لي في عندي مرض متعلق بال HDL
وبشكل مختصر مختص لي بالال سي اي تي، فلما يصير في عندي نقص فيه راح اشك في حالة اسمها فيش اي ديزيز او بارتيال ال سي اي تي ديزيز، اللي هو يكون مشكلة في القرنية حقة العين، بحيث انه راح تصير رؤية ضبابية منها. بعدين يقول لي الستيرويد هرمونز اللي هو وظيفتهم تنشيط وظائف الجسم، فعندي دي ثلاث انواع اللي هي الجلوكو كورتيسايدز، جلوكو كورتيسايدز ومينرال كورتيسايدز، كلهم يتكونون من الكورتيزول ومينرال كورتيزول وجلوكوز، راح يشتغلون لي في تنشيط وظائف الجسم. والسكس هرمون اللي هي الاندروجين استروجين بروجسترون، كلهم راح يعطوني وظيفة ان هي تنشط وظائف الجسم. بعدين جاب لي كل واحدة واكشنها، قال الالدوستيرون راح تساعدني في الرينال ابزوربشن، بحيث ان هي راح تساعدني في اعادة امتصاص الصوديوم، وان هي تطلع لي اللي هو البوتاسيوم. والكورتيزول راح يساعدني في ان انا ازيد الجلايكونيوجينيسيس، وراح تساعدني في تسوي لي رد فعل مضاد للانفلاميشن. والاوفري في عندها الاستروجين والبروجسترون، الاستروجين راح تكمل بالمنسترال سايكل، وراح تعطيني الصفات الثانوية حق البلوغ. والبروجسترون راح تساعدني في السكرتري فيس اوف يوترس اند ماماري جلاند، والامبلانتيشن اند ماتوريشن اوف فيرتلايزد اوفم، يعني راح تعطيني وظائف تناسب المنطقة الاريا اللي يصير فيها. والتستس راح تستخدم التستيرون، راح يسوي لي تحفيز حق السبرم برودكشن، وراح تساعدني في صفات ثانوية حق البلوغ. بعدين يقول لي الميكانيزم اللي استخدمها الستيرويد هرمون، فان هي راح يصير كل واحد مرتبط بريسبتر. نفس هنا عندي عندي الستيرويد في لها ريسبتر معين، والنانستيرويد لها هم ريسبتر معين، فلو قلبت كل واحد راح يعطيني منتج آخر. and that's it. تمت، الحمد لله.